إذن هذا المشروع الملكي الكبير والضخم اللي كيربط بين مدينتي تيزنيت والداخلة على مسافة 1055 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تناهز 10 مليار ديال الدرهم، اللي كيربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي، واللي كيمثل يعني محور طرقي رئيسي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وهذا المشروع هذا اللي كيدخل ضمن النموذج التنموي لتنمية الأقاليم، النموذج التنموي لتنمية الأقاليم الجنوبية. الحمد لله المشروع فهو يعني الاشغال فهي جد متقدمه، حيت هنا كنهضروا على 1055 كيلومتر، عندنا تقريبا دابا واحد 800 ما ينايت 800 كيلومتر من الطريق فهي تمت بها الاشغال، بما في ذلك القناطر. والمشروع هنايا اللي كيمتد على 1055 كيلومتر فهو كيشمل 30 مقطع طرقي و16 منشاه فنيه. ويعني الوضعيه الحاليه الان فهناك كنهضروا على 13 منشأة فنية اللي تمت فيها الأشغال من بين 16، وكذلك 23 مقطع طرقي من بين 30 مقطع. الآن حنا هنايا كنتواجدوا بالمدخل الشمالي لمدينة العيون. هذا المدخل هذا اللي كيمتاز بإنشاء قنطرة على واد الساقية الحمراء. هذه القنطرة هذه اللي كيبلغ الطول ديالها 600 متر، إضافة إلى الجوانب ديالها أو لي زاكسي اللي كيوصلوا الطول الإجمالي ل 800 متر. يعني هذه القنطرة هذه معمولة بمواصفات عالمية وبتقنيات يعني جد متطورة، تتجلى في أساسات عميقة اللي كتوصل العمق ديالها 34 متر، وكذلك دونك سكون ابل دي بيل اللي كيهزوا القنطرة، ودي ترافي اللي كيوصلوا او المدات اللي كيوصلوا 40 متر. عدد المدات اللي كاين عندنا هنا في هذه القنطره هذه هو 15 مد اللي محطوطين على دي بيل اللي كيوصل الطول ديالهم ل 10 متر. القنطره كيف ما كتشوفوا دونك بالنسبه ليزيكيبمون ديالها فهي قنطره يعني في لا كونسيبسيون دارت على يعني بوغ يعني بوغ كي بري اون كونسيديراسيون هنايا لو كونتكست ديال لا ريجيون ولو كونتكست ديال مدينه العيون سبيسيالمون.